اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك اليوم مع معالي السيد إيفيستا داتشيتس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في جمهورية صربيا نعم وذلك بمناسبة انعقاد أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة وتم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين مملكة البحرين وجمهورية صربيا في مختلف المجالات التي من شأنها خدمة مصالح البلدين بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك